قال موسى ابن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم، كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، وإما أن يقرأ، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، وإما أن يعمل، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. الإسلام أيها الإخوة لا يمنع أو يريد من المسلم أن يلهو ويلعب ويضحك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما، كان يصلي الفجر ثم يذكر الله إلى طلوع الشمس ثم يمازح أصحابه، قال: فيتحدث بما يتحدثون به، ويعجب بما يعجبون منه، ويضحك مما يضحكون منه، يحكوا مع بعضهم شيء، يحكوا نكتة، طرفة، موقف، فيضحكون ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يعني نقل عن حماد يقول: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قد صدقتكم. الضحك في الإسلام مطلوب، اللهو مطلوب، اللعب مطلوب، لكن هو مثل ملح الطعام، بحيث المشهور عنك العمل، المشهور عنك العبادة، المشهور عنك الإنتاج، المشهور عنك الذكر، المشهور عنك الصلاة، المشهور عنك الصدقات. ما معقول أن يكون المشهور عنك أنه هذا يعني الأضحوكة تبع هالجماعة، كل ما بدهم يضحكوا دقوا لفلان جيبوه بالله خليه يضحكنا، بحيث صار هو نموذج للضحك، نموذج للهزأة، نموذج للسخرية. هلا المسلم بيضحك والمسلم يلهو، بس ما هي السمة الغالبة عليه؟ فاجتهدوا يا شباب أن تكون السمة الغالبة عليك كما جاء في الحديث: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، إذا شافوك يذكرون الله. سبحان الله، الله يجعلنا من هؤلاء يا رب. كن إذا رآك الناس يتذكرون فعل الخير. مرة في شاب على صفحة الفيسبوك خطر لباله خاطر، قال: أنا سأضع كل يوم صورة إنسان، أنا أريدكم أن تكتبوا أول كلمة تخطر على بالكم لما بتشوفوا الصورة. فوضع صورة رجل كثير منكم يعرفه، هو من تجار هذا البلد ومن الناس الذين يعني يتبنون الأعمال الخيرية ويساعدون في دعم الأعمال الخيرية. سبحان الله، لما حط صورته لهذا الرجل كل الذين كتبوا معظمهم: رجل الخير، رجل الخير. يعني كن أنت هذا الرجل بحيث لما يراك الناس فورا يتذكروا عمل الخير. كن رجل العلم، لما يراك الناس فورا يتذكرون العلم. كن رجل الصلاة، لما يراك الناس يتذكرون الصلاة. كن رجل بر الوالدين يرونك. أما لا تكن الرجل الأضحوكي، بس أول ما بيشوفوك قلت لهم السلام عليكم فرطوا ضحك، لك شبكم، لك سلام، عم يسلم يا جماعة، شايف؟ لأن المرء إذا أكثر من ذكر شيء عرف به. فحماد بن سلمة يقول عنه صاحبه موسى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قد صدقتكم. هو الحقيقة كان يضحك، بس هو ما رآه كثيرا، يعني السمة الغالبة على حماد الإنتاج. قال: كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، هو من رجالات الحديث حماد بن سلمة، وإما أن يقرأ بدرس، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، وإما أن يعمل. هلأ منشوف كمان كان عنده محل، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال.